إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبادة عبادة عظيمة، وتتحقق هذه العبادة في هذا اليوم المبارك. فقد صحح الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أو قال: إن الله وكل ملكا، ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد إلي الله روحي فأرد عليه السلام. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها، فإن في ذلك أجر عظيم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا الله تعالى عليها في القرآن، فقال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرب العزة جل في علاه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا، قال: صلاة الله تعالى على رسوله بالثناء عليه في الملأ الأعلى. فإن الله تعالى يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي يذكر محاسنه في الملأ الأعلى،
وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال صلاة الله تعالى على رسوله، أي رحمته برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة خاصة ليست كالرحمة العامة، لأن الصلاة من الصلة ففيها نوع رحمة خاصة. وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم أي أنه يبعده عن جميع الآفات في الدنيا وفي الآخرة، فبالصلاة ينال المطلوب وبالسلام ينجو من المرهوب، هكذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة، فقد صح عنه عند مسلم في الصحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. هذا فضل عظيم عباد الله، لا تضيعوه. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من البخيل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. هذا هو البخيل، الذي إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في الصحيح في حديث جبريل لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين. فلما سئل قال: أتاني جبريل فقال له فيما قال، وهذا هو الشاهد، قال له: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. أي أن هذا خاب وخسر، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا. اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف، وباعد عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اعلموا أن هذه العبادة كغيرها من العبادات تحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك
كل من جاء بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة مبتدعة من عنده أو من عند طريقته أو من عند شيوخه، فإنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينال من هذه الصلاة إلا الوزر والبعد عن الله عياذا بالله. لذلك يجب على العبد أن يتحرى السنة في عباداته كلها، يجب عليه أن يتحرى السنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالصيغ الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول العبد مثلا اللهم صل على نبينا، أو اللهم صل على رسول الله، أو اللهم صل على نبي الله، أو صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصيغ الشرعية. وأفضل هذه الصيغ كما قال العلماء، أفضل هذه الصيغ الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه أفضل صيغة. تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة. وقد مضى معنا في خطب ماضية شرح هذه الصيغة من أولها لآخرها والحمد لله. أما الصيغ والصلوات المبتدعة كصلاة الفاتح، كصلاة الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آل قدره ومقداره العظيم، أو صلاة جوهرة الكمال، وغيرها من الصلوات الموجودة عند أصحاب الطرق، اعلموا عباد الله أنها صلوات مبتدعة ولا ينالهم في ذلك الأجر. وما يضرنا إذا كانت هذه الصلوات صحيحة، ما يضرنا أن ندل الناس عليها. أصل الصلوات دي لو صحيحة ومن وراها أجر، البضرنا شنو؟ إنه نقول للناس صلوا صلاة الفاتح، صلوا جوهرة الكمال، ما الذي يضرنا؟ ولكننا والله والله نريد للناس الخير، والله تعالى يشهد على ذلك. لذلك من واجبنا ألا ندل الناس إلا على الخير وإلا على الدين الصافي الذي ليس فيه غبش، هذا واجبنا. وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحسابهم على الله. فهذه الصلوات لا يجوز للعبد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بصلاة الفاتح ولا بغيرها من صلوات الطرق. وهم يزعمون أن هذه الصلوات عليها فضائل، فمنهم من يقول إن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 7000 مرة، ومنهم من يقول غير ذلك. هذا كله باطل عباد الله. فالواجب على الإنسان أن يتحرى السنة في عباداته ولو كانت قليلة، فإن القليل الذي على السنة أفضل من الكثير المبتدع، لأن هذا الكثير يجعله الله تعالى يوم القيامة هباء منثورا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.